السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محاضرة جديدة من محاضرات السايكياتري. في محاضرة النهاردة هنقول بعض الخرافات عن السايكياتري ونضحض هذه الخرافات. ونبدأ بأول خرافة مشهورة عندنا، وهي إن المنتال هيلث بروبلمز آر أنكومن، إن المشاكل النفسية ما هياش منتشرة. طبعا يا جماعة المشاكل النفسية منتشرة بصورة كبيرة جدا، وأنا هقول لك بعض الأبحاث دلوقتي اللي بتؤيد الكلام بتاعي ده. حتى قبل بدء عصر الكوفيد 19 كان في مشاكل نفسية حاصلة بمعدل كبير جدا، لدرجة إن في سنة 2001 الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية قالت لك إن تقريبا في واحد من كل 4 أشخاص بيتم إصابته بمنتال أو نيورولوجيكال ديسوردر في فترة معينة من فترات الحياة بتاعته. وفي الفترة ديت قال لك إن في تقريبا 450 مليون شخص مصاب بنيورولوجيكال وسايكياتريك ديسوردر. ومن اكتر الحاجات اللي كانت بتيجي للاشخاص، يعني من 450 مليون دولت كان في 264 مليون تقريبا منهم في سنة 2017 تم تشخيصهم بالدبريشن او بالاكتئاب العام. وفي ستادي جديدة معمولة في اليونايتد ستيتس او في الولايات المتحدة الامريكية، وقالت ان حصل تضاعف 3 مرات في عدد الاصابات اللي بتتم او في عدد الاشخاص المصابين بالديبريشن والجنرال انكزايتي ديسوردر او الاضطراب القلقي العام. وكذلك في حاجات تانية منتشرة برضو غير الديبريشن والجنرال انكزايتي ديسوردر، زي الايتينج ديسوردر على سبيل المثال، واللي بتصيب 3 من كل 100 شخص. ففي نسبة كبيرة جدا من اللي انا قلته ده من خلال كلام الابحاث والاستيميتس اللي ظهر عندنا من منظمة الصحة العالمية والمنظمة بتاعت الـ FDA في امريكا، قالت ان في فعلا معدل اصابات كبير بالامراض النفسية. تاني خديعة او تاني خرافة، البانيك اتاكس ار او كان بي فيتال. البانيك اتاك اللي هي النوبات اللي بتيجي نتيجة للخوف الشديد او نوبات الخوف الشديد، بيقول لك ممكن ان هي تؤدي للوفاة. واللي بيقول كده هو المريض ذات نفسه اللي بيجيله البانيك اتاك، لان من الاعراض بتاعة البانيك اتاك هي الخوف الشديد جدا. ولكن هل الخوف الشديد ده كافي ان هو يؤدي للوفاة؟ لا، على الرغم من ان البانيك اتاك بتكون unpleasant بالنسبة للشخص اللي بيصاب بيها، يعني ما بتكونش تجربة جيدة بالنسبة له، بتكون تجربة سيئة جدا، والمريض كل اللي بيكون في دماغه ان هو حاسس ان هو هيموت، الا ان هي rarely ان هي تكون fatal. وان كان المريض بيعاني من اعراض زي ارتفاع في نبضات القلب جدا، الا ان معدل حدوث الوفيات من البانيك اتاك قليل جدا جدا جدا. ولكن المشكلة كلها او ليه بتحدث وفيات مع الاشخاص اللي بيكون عندهم اصابة بالبانيك اتاك، الموضوع كله ليه علاقة بالتعامل الشخص مع البانيك اتاك ازاي. يعني واحد على سبيل المثال بيخاف من الاماكن الضيقة، فممكن ان هو يطلع يجري من المكان الضيق ده لدرجة ان هو يعدي الشارع بدون ما ياخد باله فيحصل حادثة. تمام. طيب بعد كده المايس التالتة اللي عندنا هي ان البيبل ويز المينتال هيلث كونديشن كانت ورك، الناس اللي عندهم مشاكل نفسية ما بيقدروش ان هم يشتغلوا. طبعا الكلام ده نوت ترو بالمرة، لان في ناس كتير عندهم مينتال هيلث ايشوز او مشاكل نفسية وعصبية، ولكنهم بيقدروا ان هم يقوموا بالوظائف بتاعتهم عادي جدا. ولكن لما تيجي تقارنهم مع الشخص اللي الصحة النفسية بتاعته سليمة، هتلاقي ان في فرق في الانتاجية بين الشخص المصاب وبين الشخص السليم. تمام. يعني بقولك ان هو كان carry out regular work، ولكن majority of people with mental health issues cannot be productive as individual without a mental health disorder. وفي دراسة اتعملت في United States في سنة 2014 كان بيوجد علاقة بين الـ employment status ووجود mental illness ولا لا. ومن خلال هذه العلاقة وجدنا ان طبعا الاشخاص اللي سنهم صغير بيكونوا بيشتغلوا او بيكون عندهم وظيفة، والالديرلي بيكون ما عندهمش وظيفة. ده كلام من الوهلة الاولى يكاد يكون مفهوم. طيب مين الامراض النفسية فيهم اكتر؟ الامراض النفسية بتيجي في السنين عادي في اليونج والالديرلي، ولكن وجدوا ان اليونج اللي معهم امراض نفسية بيكون عندهم employment rates اعلى، انما
الديرلي اللي معاهم امراض نفسيه الامبلويمنت ريتس بتاعتهم بتكون قليله. يبقى الامبلويمنت ريتس بتبدا ان هي تقل ويز انكريزنج المينتال النس سيفيريتي، وده كلام ثابت. يعني المريض المصاب بجنون اكيد يعني مش هيشتغل، صح؟ الجنون اللي هو سايكوزس، اللي هو اسوا مرحله من مراحل الامراض النفسيه او يعتبر الموست سيفير، تمام؟ طيب، ولكن زي ما قلت لك الموضوع كله ليه علاقه بالسن. وجدوا ان 54.5% من الانديفيدجوال ويز سيفير كونديشن كان عندهم امبلويمنت عادي، مقارنه ب 75.9% من الناس اللي ما عندهمش مينتال هيلث انسس، تمام؟ و 68.8% من الناس اللي عندهم مايلد مينتال النس كان معينين، و 62.7% ويز مودريت مينتال النس. اذا الاشخاص اللي عندهم مينتال النس بيشتغلوا، بيقدروا ان هم يقوموا بالوظائف بتاعه الشغل عادي. ولكن زي ما قلت لك مع التقدم في العمر او الايدج، ممكن يعتبر الايدج في الريسيرش بتاعنا زي ما احنا قلنا اذا كو فاكتور، يعني الناس اللي سنهم كبير وعندهم سيريس منتال النس، هتلاقي ان الامبلويمنت ريت بتاعتهم او معدل احتفاظهم بالوظائف بيكون 1% بس. ولكن لما السن يكون صغير عندك، هتلاقي ان الاختلاف بينهم وبين الاشخاص الطبيعيين هتلاقي ان هو قليل. يبقى في السن الصغير بتلاقي ان الاختلاف في الامبلويمنت ريت بين الشخص المصاب بمرض نفسي والشخص غير المصاب 1% تقريبا، انما في السن الكبير هتلاقي ان الاختلاف بيكون 21% تقريبا، الاختلاف في الامبلويمنت ريت. طيب، دي كده ايه المايس الثالثه. تعالى نتكلم على المايس الرابعه. المايس الرابعه بيقول لك ان المينتال هيلث بروبلمز ار ساينز اوف ويكنس، يعني الامراض النفسيه هي تعتبر او نتيجه لضعف الشخصيه. طبعا يا جماعه المايس او الخرافه ديت ليس لها اي علاقه من الصحه. على سبيل المثال هتلاقي مثلا ان الدبريشن مثلا ما بيتوقفش ان هو يصيب الشخص اللي ضعيف الشخصيه بس، ولكن كذلك الشخص اللي عنده قوه في الشخصيه بيصاب بالدبريشن عادي. نفس الكلام الانكزايتي او القلق المرضي، برضه هتلاقي ان هو بيصيب الشخص اللي هو ضعيف الشخصيه والشخص اللي قوي الشخصيه، فهو ملوش علاقه بضعف او قوه الشخصيه. فاحنا بنعتبر المينتال هيلث بروبلمز ان هي تعتبر زيها زي الكرونيك ديزيز بالظبط، زيها زي الدايبيتس، زيها زي السورايسيس، تمام؟ الموضوع ملوش علاقه بقوه الشخصيه او بضعف الشخصيه او الملامح الشخصيه بتاعه الشخص ذات نفسه، تمام؟ طيب، بعد كده المايس الخامسة عندنا بيقول لك only people without friends need therapist. الناس اللي عندهم أمراض نفسية اللي ما عندهمش أصدقاء هم دولت اللي لازم يزوروا الطبيب النفسي. طبعا ديت مايس خاطئة جدا جدا جدا، على الرغم من إن الفريندز أو الأصدقاء بيضيفوا كم كبير جدا في العلاج بتاع المرضى اللي عندهم أمراض نفسية، إلى أن معلومة مهمة جدا، هؤلاء الأصدقاء مش مدربين، مش دارسين المرض وإزاي يتعاملوا معاه، ما يقدروش أن هم يقدموا نصيحة كافية بناء على حيادية تامة، تمام؟ طيب، وده عكس السيرابست. السيرابست أو المعالج النفسي لا، هو بيبدأ أن هو يكلمك من منظور بره عنك خالص، مش هيكون اللي هو هيكون محايد، يعني بمعنى اصح مش هيقول حاجه تضرك. كل الحاجات اللي هو هيقولها هي هتفيدك. والحاجه الثانيه ان هو معلم كويس ومدرب كويس ازاي يتعامل مع الامراض النفسيه وهكذا، تمام؟ طيب، الحاجه اللي بعد كده المينتال هيلث بروبلمز ار بيرمننت، يعني برضو بعض المايسز بتقول ان الامراض النفسيه بمجرد ما انت تشخصت بيها فانت هيكون عندك المرض ده فور لايف، بيرمننت يعني لايف سنتنس، يعني مدى الحياه هيكون عندك. طبعا بناكد ان الكلام ده خاطئ برضو. ليه؟ لان مش كل الناس اللي بيكون عندهم امراض نفسيه بيفضلوا بهذه الامراض النفسيه مدى الحياه. بعض الاشخاص بيقدروا ان هم يرستور البالانس للحياه بتاعتهم، وبعض الاشخاص التانيين ما بيقدروش ان هم يرستور البالانس. بس في النهايه الغالبيه العظمى بتلاقي ان هي حققت بعض من الريكفري، ولكن الريكفري ده ما اقدرش الا انا اقول ان ريكفري واحد في كل الاشخاص المصابين. على سبيل المثال عندك اربع مرضى كلهم تم تشخيصهم بالجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر او بمرض القلق العام او الاضطراب العام، تمام؟ طيب، هتلاقي مثلا الشخص الاولاني بالنسبه له انت تحدد ان هو تم شفائه لو لقيت ايه؟ لو لقيت ان هو بقى بيعرف يتعامل مع القلق ازاي؟
المريض التاني بالنسبه لي مثلا احدد ان هو حصل له ريكفري عن طريق ان هو ما عادش بيجي له قلق اصلا، ما عادش بيجي له بانيك اتاكس على سبيل المثال. المريض التالت بيجي له قلق ولكن ما بقاش بيأثر عليه زي الاول، يعني ما بقاش ان هو بيعلي الهارت ريت جدا، ما بقاش ان هو بيخلي المريض ما يقدرش ان هو يتواجه مع الاستريس اللي فيه، فده حقق ريكفري، ولكن كل واحد حقق ريكفري من نوع مختلف. تمام. طيب يبقى خد بالك التيك هوم مسج اللي انا عايزك تطلع منها من المايس ديت هي ايه؟ هي ان في فئه كبيره جدا من الناس يا جماعه هيحصل لهم ريكفري، ولكن الريكفري بتاعتهم مش كلها قد بعض، بعض الناس هيحققوا جريتر ريكفري، بعض الناس هيحققوا ليسر ديجريز اوف ريكفري. تمام كده؟ طيب والريكفري زي ما قلت لك ديفرنت ثينجز تو ديفرنت بيبول، يعني مختلفه من شخص للتاني. طيب فمنتال هيلث امريكا ده عباره عن الصحه النفسيه في امريكا، ده عباره عن منظمه غير ربحيه بتقول والله ان ريكفرينج فروم منتال ايلنس انكلود نوت اونلي جيتنج بيتر بات اتشيفينج ا فول اند ساتيسفاينج لايف. بيقول لك ان ان الشخص يبدا ان هو يزال المرض او يخف من المرض النفسي، ده مش معناه بس ان اعراضه تتحسن، ولكن ان هو يحسن الحياه بتاعته او يحصل على حياه ايه، او يحصل على حياه مرضيه بالنسبه له. بعض الناس بتقابل في الرحله بتاعه الريكفري بتاعتهم ابس اند داونز، وبعض الناس الرحله بتاعتهم بتاعه الريكفري بتكون ستريت، بعض الناس الرحله بتاعتهم بتاعه الريكفري بتكون فيها كتير جدا من المعقلات او ابس اند داون. بعد كده المايس السبعة الموجودة عندنا، وهي ان الادكشن از ا لاك اوف ويل باور، الادمان هو ضعف لقوة الارادة. طبعا يا جماعة ان الستيتمنت ديت بالمرة غير صحيحة، غير صحيحة بالمرة. ليه؟ عندك هتلاقي ان في ناس عندهم ارادة قوية جدا جدا جدا، وتلاقي ان هم مدمنين على ابسط حاجة مثلا ادمان السجاير، تلاقي مثلا في الاصدقاء بتوعك في الفئة المحيطة بيك هتلاقي ان هو مدمن على التدخين، وفي نفس الوقت هو ناجح جدا وعنده قوة ارادة وعزيمة قوية جدا، مجرد ما يقول انا عايز احضر معادلة معينة هتلاقي ان هو حضرها واخد الخطوات وبدأ، ما هو عنده قوة ارادة هيت. ولكن هل عنده قوة ارادة بتنعكس ان هو مثلا عايز يوقف التدخين ومش عارف؟ الموضوع ملوش علاقة بده، يعني لو حتى هو ضعيف الإرادة أو مسلوب الإرادة ده لا يعني إن هو هيجيله أدكشن، والعكس صحيح، لو هو قوي الإرادة ده مش معناه إن هو مش هيجيله أدكشن. تمام. حتى اللاك اوف ويل باور ذات نفسه في الجزء بتاع التريتمنت فروم أدكشن ذات نفسه هتلاقي إن الموضوع ملوش علاقة خالص باللاك اوف ويل باور. حتى لما جينا إن احنا نقارن ان الناس في جزئيه الريكفري والتريتمنت وجدنا الاتي، وجدنا ان الريسيرش فاوند ذات لاك اوف ويل باور ويز نوت ديسايدنج فاكتور وين ات كم تو بيتنج ادكشن. تمام. يعني لو الشخص ما عندوش اراده قويه ده مش هو المحدد الفيصلي لان هو هيبدا ان هو يخف من هذا الادمان. تمام. طيب حتى الجمله اللي هم قالوها people with addiction seem not to be short on willpower، يعني الناس المصابين بالادمان او المدمنين على شيء معين الناس دولت ما عندهمش ضعف في الاراده او حاجه، rather بنقول ان recovery is dependent on developing strategies to preserve willpower، ولكن الريكفري اللي هو الاستشفاء من الادمان بيعتمد على شوية استراتيجيات أنا بقدمها عشان أحافظ على قوة الإرادة بتاع الشخص أثناء فترة العلاج. تمام؟ طيب بعد كده المايس التامنة أو الخرافة التامنة اللي بتقابلنا في الأمراض النفسية، وهي البيبلز ويز سكيزوفرينيا هاف سبليت بيرسوناليتي. في يا جماعة اختلاف كبير جدا بين السكيزوفرينيا وبين السبليت بيرسوناليتي اللي احنا بنقول عليها ايه، اللي هي تعتبر مرض نفسي تاني خالص اللي هو المالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردر. مالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردر حاجة مختلفة خالص عن السكيزوفرينيا. السكيزوفرينيا بتخضع تحت عنوان السايكوزس في على حسب الدي ام اس 5 اللي هو التقسيم بتاع الأمراض النفسية، فالسكيزوفرينيا محطوطه تحت عنوان سايكوزس اللي هي الامراض الذهنيه، انما المالتيبل بيرسوناليتي ديس اوردر محطوط تحت عنوان الديسوسييتيف ايدنتيتي ديس اوردر اللي هو عنوان تاني خالص في الامراض النفسيه. تمام. فالسكيزوفرينيا دي بتعني سبليتنج اوف مايند. يعني ايه سبليتنج اوف مايند؟ يعني عدم تحايد المخ، عدم تماشي الافكار بتاعه المخ مع بعضها البعض. انما سبليت بيرسوناليتي لا، ده معناه ان في شخصيتين او اكتر من شخصيتين موجودين في نفس الشخص. تمام كده. فالسكيزوفرينيا اوجن بلورر قال ان في سنه 1908 قال ان السكيزوفرينيا تعتبر capture of fragmentation and disintegration of the mind and behavior
as the essence of the disorder. يعني قال ان انت عشان تشخص ان المريض ده مصاب بسكيزوفرينيا فده معناه ان في تعارض او في تكسير او تجزيئ بين الافكار بتاعته الموجودة في المخ والتصرفات بتاعته. تمام كده؟ طيب وهو ده الاساس بتاع تشخيص السكيزوفرينيا. على حسب الدبليو اتش او قالت لك ان السكيزوفرينيا عباره عن ديستورشن، يعني في عدم انضباطات بتحصل في التفكير او استقبال المؤثرات الخارجيه والتفاعل معاها سواء ايموشنال ولانجويج اند سنس اوف سيلف اند بيهافيور. تمام كده؟ طيب فده كده الايه الخرافه الثامنه. بعد كده الخرافه التاسعه ايتينج ديس اوردرز اونلي افكت فيميل، المشاكل الخاصه بالاكل اونلي افكت فيميل. الاستيريوتايب زمان يعني الحاله اللي فعلا كانت بتيجي بالايتينج ديس اوردر واللي كنا بنقابلها زمان كان بيقول لك دايما انثى سنها صغير وبتكون غنيه وفي الغالب بتكون وايت. تمام، ولكن هذا الاستيريوتايب او هذا الاساس ما عادش موجود معنا دلوقتي، ما عادش هو الاساس، وده احنا بنلاحظه كتير جدا. لو حد بيتابع الفيديوز اللي بتتشاف فيديوز الاكل على اليوتيوب هتلاقي ان الموضوع دلوقتي في الايتينج ديس اوردر مش بس مأثر على الاناث، ده كمان بقى يأثر على الذكور، ومش بس مأثر على الاناث اللي معاهم فلوس فعلا، لا ده كمان مأثر على الذكور والاناث اللي معهمش فلوس فعلا. ففي ستادي ابتدت ان هي تتابع الاشخاص المصابين بالايتينج ديس اوردر وتحدد الديرموجرافيكس الخاصه بيه، والديرموغرافيكس المقصود بيها الخصائص بتاعتهم من سن وجنس وعمر وويلث وانفايرومنت على مدار 10 سنين، وقالت ان الاستيريوتايب المعتاد اللي احنا كنا معتادين عليه ان المرض بتاع الايتينج ديس اوردر بيجي في الفيميل الوايت اللي سنها صغير الويلثي، الى ان الكلام ده اتغير دلوقتي، وقال ان البريفالنس كان اكتر بين الذكور اصلا، والانديفيدجوالز اللي ليهم لوور انكم اللي معدلات الدخل بتاعهم قليلة، وحتى كمان الناس اللي سنهم فوق 45 حتى وأكبر مش سن صغير. تمام، في ريسيرشرز تانية قالت ان الميلز بيشكلوا من 10-25% من كل الأمراض النفسية اللي ليها علاقة بالأكل زي الأنوريكزيا نيرفوزا والبوليميا نيرفوزا، وان في 25% من حالات البنج إيتينج ديس أوردر أو الأكل بنهم موجودة في الذكور أو مسؤول عنها الذكور بصورة أساسية. بعد كده الخاصية العشرة او المايس العشرة الخرافة العشرة ان الايتينج ديس اوردر ار لايف ستايل تشويس، يعني الناس اللي بيكون عندها امراض نفسية تؤدي الى النهم المرضي اللي هو الاكل بنهم، او تؤدي الى التوقف عن الاكل خالص ظنا بان هو وزنه او ان هي وزنها شديد، ده بيعتبر لايف ستايل تشويس. لا يا جماعة ده مش لايف ستايل تشويس، ده مرض نفسي خلاص، والمرض النفسي ده ممكن هو يكون اكستريم لدرجة ان الشخص يتوقف عن الاكل ويصاب بي ديث كان بفيتال. طيب حاجة اللي بعد كده او المايس رقم 11 all people with a mental illness are violent، كل الناس اللي عندهم مرض نفسي بيكونوا violent. يعني ايه؟ يعني ما تقرب لهمش. طبعا عشان ارد على الكلام ده في فيديو جميل جدا 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 كان عامله احد المصورين في مستشفى العباسية للامراض النفسية، كان بيزور المرضى وبيتكلم معاهم، وهتلاحظ ان هم المرضى مش violent على الاطلاق، غير مؤذيين بتاتا. تمام، وحتى الكلام بتاعهم نوعا ما تحس وانت بتتكلم ان هذا الشخص عاقل، في عقل موجود صح. فاحنا قضينا عن ان الامراض النفسيه تعتبر ضرب من الجنون، لا يا جماعه هي مش ضرب من الجنون ولا حاجه، ده المشكله ان في كيميكال ترانزميترز موجوده معينه في المخ، هذه الكيميكال ترانزميترز ابتدت ان مستوياتها تقل او مستوياتها تزيد. تمام، طيب فكل الناس اللي عندهم mental illness are not violent، وده اللي هاكده لك بالابحاث دلوقتي، ده يعتبر misconception او مفهوم خاطئ، والحمد لله هذا المفهوم بيقل مع ايه؟ مع التطور بتاع التوعية بالامراض النفسية. تمام، حتى الناس اللي عندهم سيفير او الموست سيريس كونديشن او موست سيريس منتال ان زي السكيزوفرينيا اغلبهم نون فايولنت. الكلام صحيح ان بعض الناس هيكون فايولنت وممكن ان هم ياذوا نفسهم او ياذوا غيرهم. تمام، ولكن دول بيشكلوا الماينوريتي، يعني ما ينفعش ان انت تقول ده مجنون ده هيعورني، لا، الغالبيه العظمى من الاشخاص المصابين بامراض نفسيه مش هياذوه ولا هياذوا نفسهم، قله قليله جدا هم اللي ممكن يأذوا نفسهم او يأذوا الشخص المحيط بيهم. والاكد كده هو سير جراهام ثورني كروفت، وده محاضر موجود للصحة النفسية في جامعة كينج كوليدج في لندن. تمام، وقال والله
ان الاتي قال حتى الكوتنج بتاعه people with mental illnesses are much more often the victim of violence rather than the perpetrators يعني بيقول لك الناس المصابين بامراض نفسيه هم الضحيه للعنف وليس مؤدين العنف وكمل however people with some types of mental disorder are more likely to be violent than other in general population يعني الناس المصابين ببعض الامراض النفسيه ودول minority يعني كميه قليله ممكن ان هم يكونوا violent شويه تمام كده طيب We الفاكت دي that is uncomfort for many in the mental health sector We الفاكت دي أو الحقيقة دي هي تعتبر مورقة لبعض الناس اللي بيتعاملوا مع المرضى في المنتل هيلث سيكتور بصورة أساسية While there is little evidence to suggest that people with mental illness in general use this with diagnosis of depression or anxiety disorder have any increased risk of perpetrating violence compared with the general population وبقول لك ان اغلب الامراض بتاعه النفسيه اللي بتحصل للناس من depression و anxiety disorder ما بيكونش مصاحب معاها violence نهائيا تمام كده والهاير ريتس بتاعه الفايولنس كانت موجوده بين ايه بين الناس اللي بيكون عندهم امراض نفسيه شديده زي ايه زي السكيزوفرينيا والبايبولر ديس اوردر بصوره اساسيه وعلى الرغم من ذلك الدكتور سورني كروفت قال والله يا جماعه حتى الاشخاص دولت اللي عندهم سكيزوفرينيا وبايبولر في الاعراض بتاعتهم المايلد والمودريت ما بيكونش معدل الفايلنس فيهم عالي مقارنه بالجنرال بوبوليشن وهو قارن اللي فعلا اشخاص المصابين بالصحه النفسيه اللي ممكن ياكت الفايلنس وقارنهم بالاشخاص السلام اللي عندهم سلامة صحة نفسية وما عندهمش أي مشكلة تمام وبي أكت فايلنت لما جي قارن بين الاثنين لا أن النسبة تكاد تكون قليلة جدا 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 في الأشخاص اللي عندهم أمراض نفسية تمام كده طيب وقال عامة أن الريتس أوف فايلنت سيجنيفيكانتلي ريزد إن بيبول هو هاف تريبل موربيديتي يعني إيه تريبل موربيديتي يعني أن الشخص يكون عنده منتال ديس أوردر ويكون مدمن على مادة معينة وكمان عنده الشخصية بتاعته الرئيسية زي انتي سوشيال بيرسوناليتي فدي تريبل موربيديتي يعني في ثلاث امراض اشد من بعض دول بيخلوه اكثر عرضة او اكثر اصابة للفيروس كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا بعض المايسز اللي لازم ان هي تضحض في الطب النفسي وشكرا لكم وقابلكم في باقي المحاضرات السلام عليكم ورحمة الله